الانتقادات اللي كانت جاية لسيادة الرئيس كانت من شباب، رأيك ايه؟ قولي تحليلك ايه ورأيك طيب كشاب مواطن مش كضياء الإعلامي. طيب الحقيقة النهاردة الرئيس تحدث مع الشباب، يمكن دي الحاجة اللي ممكن يكون الناس مش واخدة بالها منها. مخرجة زي ساندرا نشأت هي مخرجة شابة من الشباب، فإنه يقع عليها الاختيار أو إن الرئيس يتحدث مع مخرجة بتمثل الشباب، فهو مش بيتحدث مع المخرجة بشخصها، هو بيتحدث مع هذا السن، بيتحدث مع هذا القطاع من الشعب. تمام؟ لا ومرضيش يعني التحليل، اصل فيه فعلا يعني اعلاميين كتير بيتسألوا ليه مش انا، ليه مش او انا، او ليه مخرجة. وبعدين بقى في ناس انتهزت الفرصة اللي هم بقى المتربصين منزلين بقى بيشتموا فينا، اصل انتوا مفكوش حد عدل عشان كده ما حدش جه. لا يا جماعة مش الموضوع مش كده، بالعكس ده يعني انه علشان خاطر ما حدش يزعل من الاعلاميين، لو في واحد جه هيقول لك طب اشمعنى ده او اشمعنى دي، واللي جه ده اشمعنى محطته، يبقى محطته ليها قدر ومكانه غير التاني. صح. فبالعكس يعني انا بنتهزها على فكره، انا واحده من الناس. ايوه يعني ما يعني احنا بنتحدث مع كامل الاحترام انا واحده من الناس اللي نفسنت جدا في الاول وما بنكرهاش، وليه واحنا فين وشمع. بس بجد لما جيت فكرت بالمنطق ده لقيتها صح. انا بحيي ذكاء الاختيار. هي جدا انا بحيي ذكاء الاختيار جدا. هو ما حدش قال كده على فكره انا استاذ الرئيس، الا اللي انا قلته لك النخبه. ايوه خلي بالك. أيوة. المتربصه. ايوه في نخبه متربصه مش عايزه يعني اي شيء يطلع. لا بس انا بقول لحضرتك انا بعترف انه انا سياده النائب بنتكلم على المستوى الاعلامي. أيوة. على المستوى الاعلامي يعني. انا واحده من الناس في الاول يعني اتخضيت، قلت ايه ده، احنا ملناش لازمه. لا 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 لا, لا, لا مش كده خالص، بالعكس ده تكريما لمشاعرنا، لان لو واحد فينا الباقي هيقول طب اشمعنى، لان كلنا بنتسابق ونحب ان احنا نحاور سيد الرئيس، فكل واحد هيقول اشمعنى وانا اولهم قلت اشمعنى. يعني عبقريه اختيار. انا برايي ده حس، انا والله العظيم اقول الحق انا على طول كده ما بعرفش حد يعني حس سامي خدمه الرئيس السابق. كمل يا ضياء، كمل عشان كمل يا ضياء عشان المذيعه ما تلبخش اكتر من كده. قول استكمل الحوار. فقلنا اختيار الرئيس لمخرجه بتمثل الشباب، فهو رساله واضحه جدا للشباب، ده اول حاجه. طيب تاني حاجة، الشباب لما نزلوا الشارع في الثورتين اللي فاتوا الحقيقة كانت مطالبهم ايه؟ الشباب نادى بايه؟ نادى بعيش حرية عدالة اجتماعية. ايوه مظبوط؟ طيب خلينا نحط العيش والعدالة الاجتماعية شوية دلوقتي لوحديهم ونمسك في الحرية. تمام. من وجهة نظري المتواضعة جدا انه النهاردة بعد فيلم شعب ورئيس لازم نحتفل بإتمام الديمقراطية في مصر. ازاي بقى يا ضياء؟ طيب النهارده السيد الرئيس لما يكون قاعد، يعني انت شفت انه في ديمقراطية فعلا كشعب؟ النهارده السيد الرئيس هو قاعد قدامه لابتوب، ساندرا بتدهوله بتقول له حضرتك اتفضل شوف آراء الناس فيك ايه في الشارع، حالة ما عشناهاش مع الرؤساء السابقين او اي وغير مفتعلة. تماما كان واضح جدا تماماً. من ردود افعاله وهو بيشوف انه الراجل يعني اول مره يشوف الحاجات دي، يعني جدا كان يعني كان رياكشناته واضحه. يعني وبعدين هي بتقول له كمان يعني بتقول له اعرضه، بيقول لها اتفضلي اعرضيه. طيب بدون اي احراج، بدون اي، بيقول لها مش هزعل. يعني حاله الحقيقه عايشتنا فيها او عايشنا فيها الفيلم النهارده. وانتوا بتنادوا بالديمقراطيه دي يا ضياء؟ هو احنا لما نزلنا الشارع كانت اهم حاجه عندنا هي الحريات. ان الشباب كان حاسس فعلا ان مفيش حريات في البلد. ده امتى؟ ده ساعه لما نزلتوا في 30/6. مظبوط. وما قبل 30/6 ما كنا حاسين ان ما كانش في حريات. النهارده الرئيس وصل رساله كامله ورساله مصدقه جدا ان مصر اصبحت الحريات فيها لا حدود له الحقيقه. وده فعلا ده طبعًا انت شايفه في الواقع حقيقي؟ طبعا ده حقيقه، واحنا ده واقع احنا عايشينه. اسئله الناس في الشارع النهارده وهي بتسال السيد الرئيس النهارده، الرئيس النهارده اجاب عن كل حاجه، تحدث عن ميزانيه الجيش حدث ولا حرج،
تحدث عن الأسعار، حدث ولا حرك، تحدث عن كل حاجة الشباب وغير الشباب بيتحدث فيها في الشارع المصري. والرئيس النهاردة رد بصدر رحب جدا وبدون أي غضب وبدون أي زعل، وكان الحقيقة يعني حوار زي ما حضرتك قلتي من القلب للقلب. وانت بتتفرج يا ضياء، كان في شباب يعني بيتفرجوا معاك او مثلا اصحابك كانوا مهتمين اللي في سنك ان هم يتفرجوا من امبارح واول امبارح من ساعه ما عرفت؟ بعد الفيلم ما انتهى تحديدا كانت الساعه 9:05 بالظبط، انا جالي تليفون من صديق فبيقول لي الرئيس ما اداش للشباب، انا خدت بالك ان الرئيس ما اتكلمش كتير عن الشباب النهارده. بالعكس الرئيس النهارده تحدث عن الشباب. النهارده الرئيس بيتحدث مع مخرجه شاب. انتوا بتتكلموا عن ايه يا جماعه؟ انتوا شوفوا اقروا اللي بين السطور فعلا. الرئيس النهارده الرئيس قاعد مع الشباب بيتحدث مع الشباب. فدي رساله واضحه جدا لان الرئيس حاطط الشباب في قدام عينيه. تمام. طيب هنرجع تاني بس انا الحقيقه لازم اطلع فاصل، وقبل ما اطلع فاصل انا هسال دكتور طارق سؤال وهاخد الاجابه بعد الفاصل. دكتور طارق، عايزين نعرف كان ماذا يقصد الرئيس بالكلام او بحديثه عن اقتصاديات القوات المسلحه، وكان ماذا يقصد بالحرب على الارهاب. هنطلع فاصل ونرجع تاني ناخد الاجابه. مشاهدينا فاصل ونرجع نستكمل بقيه الحوار.